السؤال الثاني في مجلسنا هذا، هل يجوز للمرأة قراءة القرآن بصوت جميل خلال إلقائها لكلمة في حفل ديني فيه رجال ونساء؟ الجواب عن هذا أن صوت المرأة في ذاته ليس بعورة، على ألا يكون فيه تكلف بترقيقه وتمطيطه ليطمع من في قلبه مرض. إن قراءة القرآن في ذاتها من النساء بحضرة الرجال الأجانب لا محذور فيها. لم يزل في النساء محدثات ومقرئات ومجيزات في القراءات لما لا يحصى من الرجال، وليس من التمطيط المحذور مراعاة أحكام التلاوة عند القراءة، لأن مراعاتها من الواجبات كما قال ابن الجزري: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. ولكن لا ينبغي أن تتكلف تحسين صوتها بالمقامات، لا سيما إذا كان ذلك على ملأ من الناس، لأن هذا زيادة عن الواجب وربما زيادة عن المشروع. ففي القراءة بالمقامات نظر، وهي موضع اجتهاد حتى بالنسبة للرجال فضلا عن النساء، والله تعالى أعلى وأعلم.